Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Mudabbir umuri kulli ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu. Memnun. Fa'amal fa'ahu mazmur. Fa'adzal Allahu alaihi
كل عبد مسلم سيقف بين يدي الله ويسأل
وسأله عن كل صغيرة وكبيرة وهم حقوق القرآن. لا في هذا الكتاب لا يقابل صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجد معامل حاضرة ولا يزيد وجودها. أي سبحان الله مبرر بدون حجاب. يوم الدين يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، والله لا ينصر الا من اعطى على الفرح وبالفرح ولتحقيق الفرح. لان هذا الفرح في الحقيقه اولا واخيرا هو نعمه من الله سبحانه وتعالى، ثم الفرح الاخير الدخول إلى الجنة سماها الله دار الفرح، دار الفرح. أما هذا فليس فرح. وابن الجوزي رحمه الله قال المؤمن يفرح بالفرح، المؤمن يفرح بالفرح، المؤمن يفرح بالزكاة، المؤمن يفرح بالحج، المؤمن يفرح بالصدقة، المؤمن يفرح بالابتسامة، المؤمن يفرح بما يفرح الله به. أما الفرح الثاني أعاذني الله وإياكم به، فرح ممنوع، فرح يخالف الشرع، فرح لا يرضى الرب، فرح يقرب من الشيطان يبعد من الرحمن. وإذا خلقت الإفراح بالجد كما جاء على قوم لذلك القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا الفرح في تناقض حاجة معقولة، ليس في دينها تناقض، ممكن أن يكون التعارض ولكن التناقض لا، مفيش دين جدع. كيف تجرب؟ هل يتسعر؟ وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعه، فليفرح. وهذا الشيء مفروض المسلمين في الكتاب والسنه والاستقامه والعباده. وشفت يا الله قال لا تفرح ان الله لا يحب الملكين. ولكن نجي من القصه وقريت لكم النزول وكنا معنا في الايه وقيل ان الله لا يحب الملكين، شكون؟ اصحاب الفرح بالمعاصي، أصحاب الفرح بالذنوب، أصحاب الفرح بالذنوب نعم الله، الذين خيروا كتاب الله، الذين خيروا سنة رسول الله، الذين خيروا شرع الله، الذين خيروا الحلال والحرام، الذين يعيشون لأنفسهم وذواتهم دون مراعاة للأحد. ولكن كيف عن الأحد؟ قل ما يكره الله وهو الله احد. كيف احد؟ لذلك هو فرعون. فرعون لما عرف النساء الالهيه والالوهيه كان غبيا، كان غبيا اختار انا ربكم الاعلى ان اعطيش الهه هي من تحقيق قضيتي في الكريمه انا ربكم الاعلى اعطيش الهه كله لو اعطيتهم الهه فقط لطلع على ربكم فقط. ولكن على ربكم الاعلى اذا اقرر رسول الله محرم اللي هو ربي سبحانه وتعالى. وكل حرف لا يتحقق الا باربعه مساجين، اربعه مساجين مش يتحقق الضرر. اعترف يا رب، اعترف يا رب اول مساج يحقق الله أن لا تكون لك قرابة إلا لله. أشرف القرابات قرابة الله، ومقبل إلى ريح الله مخلص لك الدين. إنما الأمل بالنيات. وأشرف الأقربات من تحتني ذكر الله. ذكر الله. وأشرف الأفعال عبادة الله. وأشرف المنى، أشرف الأهداف، أشرف الناس الذين نصحوا لقاء
Kuliah, 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 ku
منا صيام رمضان وتقبل منا صيام رمضان وتقبل منا ما تكلمنا وقرأت شفنا وبارك الله اللهم إنا نسألك القبول اللهم إنا عليك القبول اللهم إنا عليك القبول اللهم إنا ترضى علينا أهلنا ويأخذ منا اللهم إنا ترضى علينا أهلنا ويأخذ منا اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا اللهم اصلح ربنا اصلح لنا الشمس بحسبك اللهم انت حسبنا حسبنا اللهم انت باسمنا اللهم انت مولانا انت صالحنا انت راضحنا فاعطي لكل احد منا مثلا اللهم وفقنا لهدايتك اللهم وفقنا لفضلك اللهم وفقنا لحبك والتشريف منك اياك يا الله ان ترد لنا اللهم على الدعاء المستجيب اللهم اننا وحدك مستجيب غير ضالين ولا مضلين اللهم لا شيء لنا في هذا البيت المبارك وفيك يا الله لم تنسنا ولا تنسى ولا مرضك الا شفيتك ولا حبسا الا غفرتك ولا كرمك الا نفذت ولا ضيقا الا وسعت ولا غفرت الا شفيتك ولا دينا الا قضيته ولا اسيرا الا اصبت صباحا ولا مسافرا الا اعدته ولا صاحب حاجه الا كنت معه اللهم اعدنا ولا تهلكنا اللهم اكرمنا ولا تهلكنا اللهم اقض بيدنا ولا تتخلى عنا اللهم اجعلنا نحب المتخافين اللهم اجعلنا نشيبا وشبابا حكاما ومحكومين وكفلناهم الى هذه البلاد وحملها عما تحب انت وترضى اللهم اوفقه لكل خير واعده من كل شر اللهم اللهم احفظنا ونساءنا وبلدنا من الفتن ما اظهر منها وما بطن اللهم ان كنت تتاخر عجب الله احد منا فخذنا اليك منذرين خذنا اليك مخطئين خذنا اليك كاذبين اللهم لا تاخذنا بمعاصي المتنفسين اللهم لا تاخذنا بمتعاصي المعاصي اللهم انا نسال العفو اللهم انا نسال العفو اللهم انا نسال العفو من توفيقك في هذا المسجد فرحه للمعين Thank you.